مشاهدينا الكرام، برحب بيكم حلقة جديدة من حلقات المشهد حول زيارة سيادة رئيس الوزراء إبراهيم محلب لإيطاليا، والتي تستغرق 3 أيام بدءا من اليوم. جاءت هذه الزيارة تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي. تستهدف هذه الزيارة تعميق وتوثيق العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإيطاليا، وتتناول بشكل خاص الجانب الاقتصادي عن طريق تناول سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين. بعض القضايا الأخرى ستتناولها تلك الزيارة مثل الحرب على الإرهاب وما يمكن أن تقدمه إيطاليا لمصر في هذه الحرب، أيضا قضية الهجرة غير الشرعية تتناولها هذه الزيارة. كل أبعاد ومحاور هذه الزيارة سنتحدث عنها بالتفصيل في هذه الحلقة مع ضيفي الأستاذ جمال زايدة، الكاتب الصحفي بالأهرام. أهلا بك أستاذ جمال. أهلا بك. أهلا بك. اسمح لي أستاذ جمال واسمحوا لي مشاهدين الكرام نترككم لفاصل قصير، نعود بعده لبدء الحوار. مشاهدين الكرام، ببدأ مع حضرتك الحوار أستاذ جمال. زيارة سيادة الرئيس الوزراء إبراهيم محلب لإيطاليا سبقتها زيارة منذ أيام أيضا لغينيا الاستوائية لحضور مؤتمر مكافحة مرض الإيبولا في غينيا الاستوائية. لو تحدثنا في البداية عن نشاط رئيس الوزراء الخارجي بشكل عام قبل التطرق لزيارة إيطاليا تحديدا، كيف ترى دلالات هذا النشاط سواء على المستوى الأفريقي أو على المستوى الأوروبي؟ هو بطبيعة الحال جولات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الخارجية لها علاقة بالملفات اللي بتهم المصالح الوطنية المصرية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، لكن خلينا نحطها في إطارها الموضوعي والسليم، ونقول إنه جولات المهندس إبراهيم محلب الداخلية خدت منه وقت أكبر. يعني أنت كده لو عملت جبت جدول إحصائي وشفت عدد ساعات اللي قضاها المهندس إبراهيم محلب في الجولات على المستشفيات وعلى معهد القلب وعلى منطقة بولا، حتى نشاطه داخل القاهرة منطقة بولا لما يحصل تفجير في القنصلية الإيطالية وخلافه، أنه جزء كبير من أجندته موجهة للمشاكل الداخلية أكثر منها للمشاكل للعلاقات مصر الخارجية. هو بطبيعة الحال منصب رئيس الوزراء مفروض وفقا للدستور أنه رئيس الحكومة رئيس الوزراء بيلعب دور بلغ الأهمية، يعني وفقا للدستور أنه مفروض أن الرئيس بيرشح رئيس الوزراء وبيتم تعيينه، ورئيس الجمهورية ليس من سلطاته إزاحة رئيس الوزراء في حالة وجود البرلمان. فبالتالي الحكومة ورئيس الوزراء هيكتسب قدر كبير من السلطات الدستورية، بيختلف تماما عن الوضع قبل 25 يناير 2011، لأن السلطات الدستورية اللي كانت ممنوحة للحكومة كلها بشكل عام بوزرائها برئيس الوزراء هي حوالي 4%. الوضع الراهن في الدستور الجديد لا، يعني حجم السلطات الدستورية الممنوحة للحكومة كبيرة. نرجع لموضوعنا اللي هو له علاقة بالجولات. يعني احنا كنا طبعا نتمنى انه المشكلات الداخلية ما تستوعبش كل نشاط رئيس مجلس الوزراء، وانه يبقى عنده وقت اكبر بالتعاون مع وزير الخارجية في التعاطي مع علاقات مصر الخارجية، وبالتحديد مثلا على سبيل المثال كما أشرت في التقديم بتاعك الملف الإفريقي. الملف الإفريقي ده بلغ الأهمية، خصوصا أنه كان مهمل في السنوات الأخيرة قبل ثورة يناير بشكل كبير. وبعدين هو رئيس الوزراء بيجيد اللغة الفرنسية، واللغة الفرنسية سائدة في معظم دول إفريقيا، فبالتالي جولاته كان ممكن تجيب نتائج أعمق لمصالح مصر
سواء فيما يتعلق بالتعاون مع دول حوض النيل أو التعاون مع دول إفريقيا كلها بشكل عام، يعني لأنه إذا كانت الصين وهي القوة الاقتصادية الصاعدة في النظام الاقتصادي العالمي يعني بتنفق استثمارات أو بتضخ استثمارات مئات المليارات من الدولارات في دول إفريقيا، فما بالك مصر اللي كان ليها علاقات تاريخية متميزة مع دول إفريقيا يعني بعد 1952، لكن للأسف الشديد تم إهمالها خلال 30 سنة الماضية، وده كان خطأ استراتيجي علينا مرة أخرى إعادة بناء هذه العلاقات. العلاقة مع إيطاليا علاقة بالغة الأهمية، وأنا أعتقد أنه هو بيكمل الجهد اللي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق ببناء علاقات القوى مع إيطاليا ومع فرنسا باعتبارهم من أكثر الدول أهمية، بالإضافة لألمانيا طبعا، زيارة ألمانيا في دول الاتحاد الأوروبي، لدينا مصالح اقتصادية وسياسية مشتركة كبيرة بين مصر وبين هذه الدول. في اعتقادي أنه زيارة رئيس الوزراء إبراهيم محلب هتكمل الدور اللي قام بيه وبيقوم بيه الرئيس الجمهورية. ليه؟ لأنه في عدد كبير من الملفات المفتوحة، وأعتقد أن الحوار لابد أنه يتطرق ليها. نعم، ولكن قبل ما نتطرق لمحاور هذه الزيارة تحديدا، سواء البعد الاقتصادي أو بعد الإرهاب أو أي كان غرض هذه الزيارة، بعض الدول الأوروبية كان لها موقف يمكن معادي من مما حدث في مصر بعد ثورة يناير، وكان لها موقف مضاد لما حدث في مصر، ويمكن إيطاليا كانت من الدول من هذه الدول. ولكن هل هذه الزيارات المستمرة لأوروبا استطاعت أن تذيب الثليج أو تغير موقف بعض الدول هذه الدول المعارضة؟ بص، في عملية بناء القوة على الصعيد الدولي الموضوع له علاقة بمعايير مختلفة. يعني انت التغيير اللي حصل في مصر بعد 30 يونيو تم بإرادة شعبية، يعني ملايين من الناس خرجت وأزاحت حكم الإخوان وأزاحت حكم مرسي وقالوا مش عايزين هذا الكلام. فبالتالي انت عليك انك تفرض أمر الواقع. العالم لا يعترف بالمتردد، العالم لا يعترف بالذي ليس لديه أدوات لفرض إرادته وفقا للمعايير القانون الدولي والعلاقات الدولية، مش هي مسألة قوة ولا عافية. لكن أما أنت يبقى عندك قدرة على أنك تقول دول الاتحاد الأوروبي، تقول الولايات المتحدة الأمريكية، تقول العالم في الشرق أو في غرب ما حدث بالتحديد في مصر، أنه تبدأ تنور أو تلقي الضوء على إن في إرادة تغيير شعبية هي اللي عملت هذا. أنا بعتقد إنه في تغير ملموس حصل في مواقف ألمانيا، في مواقف إيطاليا، في مواقف فرنسا، وبعد 30 يونيو يعني فرنسا كانت داعمة، لسه امبارح طائرات الرافال وصل لمصر، الصفقة مستمرة، العلاقات مع إيطاليا رئيس الوزراء أول ما حصل عملية التفجير الأنصلية الإيطالية في وسط القاهرة كان أول من أدانه وقال هنقف مع مصر في مواجهة الإرهاب. ده تغير ملموس. إنه يجي تاني يوم وزير خارجية الإيطالي إلى مصر علشان يقول يبلغ الرسالة بتاعة حكومة إيطاليا بأن إيطاليا تقف مع مصر في مواجهة الإرهاب، هذا تغير يعني وتغير ملموس وتغير واضح. نفس الوضع برضو فيما يتعلق بالعلاقة مع ألمانيا وإنجيلا ميركل، حدث تحول كبير. فالكلام اللي حضرتك بتقوله ده كان يمكن في البداية، في بداية 30 يونيو، بس أما الدولة المصرية يبقى عندها رؤية على صعيد الإقليم وعلى صعيد الدولي وتبدأ تطبق هذه الرؤية، أعتقد أنها وعليها كمان أنها تستمر فيما بعد، وعليها أنها لا تخضع لضغوط اللي ممكن تتعرض ليها من بعض دول المجتمع الدولي فيما يتعلق بأحكام القضاء، أنه ما حدش يرهبنا فيما يتعلق لو صدر أحكام إعدام على مرسي والجماعة اللي بيتسببوا في الإرهاب، لابد أن أحكام الإعدام تتنفذ، وإحنا نربق برئيس الجمهورية أنه يصدر عفو أو كلام من هذا القبيل، أنه سلطة
الدولة المصرية لابد أنها يتم تدعمها خلال المرحلة المقبلة اللي هي لها علاقة بدولة الدولة الدستورية القانونية، أنك تطبق الدستور وأنك تطبق القانون وأنك تحترم أحكام القضاء. وأنه في النهاية إحنا شفنا ردود الفعل لما أول ما بتحصل أحكام قضاء بالإعدام على بعض عناصر الإخوان ويحتجوا ويعترضوا، بس هم مش فاهمين منظومة القضاء المصري، وهم مش عارفين أن حكم أول درجة وخصوصا إذا كانوا هم هاربين وغير حاضرين بياخدوا أقصى حكم، وأن بيعطى لهم الفرصة مرة أخرى لإعادة المحاكمة وبيوصلوا لمحكمة النقض. وإحنا علينا كدولة مهمة توضيح هذه المسألة. يعني أنا كنت بتكلم مع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر فيما يتعلق بهذه المسألة، فقال إحنا فاهمين كحكومات النظام القضائي المصري، لكن الإعلام مش فاهم في دول الاتحاد الأوروبي وفي الغرب بشكل عام. فدي مهمة على مصر أنها تنتبه ليها، وأنها ما تاخدش المسائل كده for granted، يعني تاخدها كده يعني إيه مسلم بيها، وإن لا إحنا كويسين وإحنا حلوين وإحنا جمال وكلام من هذا القبيل. لا، إنه علينا أن تطبيق الرؤية بتاعتنا، وعلينا ان احنا نوصلها للعالم، وعلينا ان احنا نبذل مجهود، وعلينا نعرف ازاي نتعامل مع ادوات ما بعد الحداثة، اللي هو ازاي ان الدولة تبدأ تستخدم الفيسبوك اللي الجماعات الارهابية بتستخدمها، ونستخدم تويتر ونستخدم وسائل التواصل الاجتماعي فورا فورا، يعني مش لما تحصل عملية ارهابية يحصل حالة صمت لمدة 5 ساعات، فنلاقي كل وسائل الاعلام بما فيها وسائل الاعلام المصرية عمالة تنقل عن البيانات اللي صدر عن جماعات الإرهاب والمنظمات الإرهابية. ده كلام لا ينبغي أن يحدث. علينا أن احنا نطور منظومة الإعلام في مصر، سواء منظومة الإعلام صدرة من الجيش المصري أو صدرة من وزارات ومؤسسات الدولة المصرية. ولكن لابد أن يكون نظام محكم يحكم كل وسائل الإعلام بالتأكيد ويحدد عملها، مع احترام حرية التعبير. حرية التعبير دي ما لا يعارض حرية التعبير بالتأكيد. دي قيمة قيمة بلغة الأهمية. نحن لا نريد فرض أي نوع من القيود على وسائل الإعلام، لضمان استخدام الأمثل للوسائل الإعلام لكن الحديثة. الجيوش في كل مكان في العالم، أما يبقى في حروب أو في أزمات، لابد من احترام سرية المعلومات فيما يتعلق بعمل الجيوش. الكلام ده كان موجود قبل 25 يناير. حل بقى دلوقتي في وسائل الاعلام بقى فيه حاله من الفوضى. يعني لابد للرجوع مره اخرى للالتزام بميثاق الشرف الاعلامي. بالظبط. نعم. نعود مره ثانيه لزياره ايطاليا والعلاقات الاقتصاديه. يعني دعنا نبدا بالجانب الاقتصادي من هذه الزياره والعلاقات الاقتصاديه بين مصر وايطاليا. معروف ان ايطاليا في المرتبه ال 11 من الدول المستثمره في مصر. كيف ترى قوه هذه العلاقات الاقتصاديه، وما الذي ستقدمه هذه الزياره من جديد؟ هو اولا لابد ان احنا نفهم ايه الوضع الاقتصادي فيما يتعلق بايطاليا. ايطاليا الناتج المحلي الاجمالي بتاعها ضخم قياسا بالناتج المحلي الاجمالي في مصر. ايطاليا انت بتتكلم عن 2 تريليون 149 بليون دولار، حجم الناتج المحلي مهول ضخم كبير. في حين ان مصر انت بتتكلم عن ناتج محلي يعني بيتراوح من 350 ل 400 بليون دولار، يعني برضو اقتصادك ما زال اقتصاد محدود وضعيف. ولذلك انت محتاج انك تدعم علاقاتك مع بلد زي ايطاليا، لان دولة صناعية متقدمة. ايطاليا عندها فائض في الميزان التجاري، اذا كان ايطاليا بتصدر بحوالي 474 بليون دولار، بتستورد ب 435 بليون دولار الواردات، فعندها فائض في الميزان التجاري. ايطاليا الناتج المحلي الاجمالي بيعتمد على 24% منه على الصناعه، فعندها صناعه متقدمه خصوصا في شمال ايطاليا، فعلينا ان احنا نتعاون مع الصناعه الايطاليه، لانه الاقتصاد المصري لابد من أن يكون الحديث الآن وغدا وبعد غد حوالين قضية الإنتاج وقضية الإنتاج الصناعي، لأنه دي مشكلة كبيرة. إحنا حجم مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ضعيفة للغاية، فبالتالي أنا بتوقع أن رئيس الوزراء ينتبه لهذه المسألة، وأنه يفتحوا ملف التعاون الصناعي مع دولة
زي إيطاليا، مع الوضع في الاعتبار أن إيطاليا تتاجر مع شقيقتها في دول الاتحاد الأوروبي. يعني مثلا لو أقول لك بتتاجر مع ألمانيا ب 13.6% من إجمالي التجارة، مع فرنسا 11.1%، مع بريطانيا، بريطانيا مش جزء الاتحاد الأوروبي، إسبانيا 4.4%، مع سويسرا 5.7%، طبعا وخارج الاتحاد الأوروبي عندك الولايات المتحدة 6.8%، وبريطانيا 4.7%. فأنت إزاي تزاحم كمصر إذا كنا بنسعى إلى النمو وإن احنا نقدر ناخد جزء من حجم تعاملات إيطاليا، يعني سواء في مجال الاستثمار أو في مجال علاقات التبادل التجاري أو في مجال التعاون في مسألة استغلال غاز شرق المتوسط؟ نعم. وده موضوع بالغ الأهمية وبالغ الخطورة. طبعا. وإحنا للأسف شديد لسه مدخلناش فيه بعمق، وهذه القضية ما فيهاش قدر عالي من الشفافية اللي إحنا بنأمله من جانب الحكومة. هنعود بالتأكيد لمناطق حقول الغاز في المتوسط، ولكن قبل ما نترك الصناعات المهمة في إيطاليا، يمكن من الصناعات الهامة جدا في إيطاليا والكبرى على مستوى العالم يمكن بشكل عام صناعة السيارات في إيطاليا، صناعة متميزة جدا. وخلال هذه الزيارة اللي بتعد الأولى لمحلب لإيطاليا، هيلتقي ب 15 من كبار رجال الأعمال والمصنعين في هذا المجال، في مجال صناعة السيارات. كيف يمكن أن نستفيد، خصوصا أن صناعة السيارات في مصر متوقفة، شبه متوقفة الآن بعد أن كانت بدأت في تجميع السيارات في الفترة الأخيرة؟ أولا الفترة ما بعد 52 كان عندنا قصة فشل فيما يتعلق بصناعة السيارة المصرية، ولكن كان في محاولات وقعد 25 سنة وعملوا عربية فيت ومش عارف إيه، بس في الآخر انتهينا لأن نسبة المكون المحلي كانت محدودة. قبل 25 يناير بدأت بقى شركات السيارات العالمية زي الألمانية مثلا مرسيدس وبي ام دبليو وغيرها تيجي تعمل مصانع ليها في بعض مصر، من الشركات الكورية أيضا بعدها انسحب. لكن الشركات الكورية أيضا الشركات الكورية على فكرة بتستحوذ على حوالي 40% من سوق السيارات في مصر. فبالتالي احنا في المرحلة المقبلة لا ينبغي ابدا ان احنا نفضل مستوردين للسيارات، ان احنا لابد ان احنا نشجع الاستثمارات، انه نسعى لاكتساب التكنولوجيا الايطاليه في هذا المجال، ان احنا نقدم تسهيلات ليهم بهدف انه المكون المحلي المصري في صناعه السيارات يرتفع، وبالتحديد فيما يتعلق بالمحركات. المحرك هو اهم جزء في السيارة، فإذا قدرنا نعظم القيمة المضافة في صناعة السيارات في مصر من خلال التعاون مع شريك زي إيطاليا، أنا بعتقد إن احنا إنه بهذا الشكل نقدر نكون أنجزنا إنجاز كبير، بالإضافة إلى إنه احنا محتاجين تجارب الدول المتقدمة فيما يتعلق بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة. احنا عندنا مشكلة كبيرة، جنوب شرق اسيا كله تقدم بسبب دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبعدين لما تيجي تلاقي مثلا صناعات الهاي تك التكنولوجيا العالية اللي لها علاقة بتكنولوجيا المعلومات وخلافه، تلاقيها متجزأة على 400 مزود بروفايدر، كل واحد منهم بيعمل حاجة محددة صغيرة، وبالتالي بتشغل آلاف من العمالة في أماكن مختلفة، ما انتش مضطر انك تعمل المصانع بالمفهوم القديم أيام الثورة الصناعية، خط إنتاج واحد بينتج كل شيء، وإنما انت محتاج يبقى عندك أطراف مختلفة بتشارك في الصناعة، وبعدين يبقى موجودين في المناطق الاقتصادية المختلفة، ولابد من استثمار المنطقة الاقتصادية الجديدة الخاصة بالتنمية قناة السويس في هذا الموضوع. يعني أنا بأرجو أنه يتم الترويج للصناعة، يبقى في مناطق صناعية في المنطقة الاقتصادية اللي مفروض أنه هيتم إنشائها بعد تدشين قناة السويس الجديدة. ومن المفترض أيضا أن يتم خلال الزيارة توقيع اتفاق أو إعلان نوايا بين مصر وإيطاليا تحديدا في سبل التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ده صحيح. ده صحيح. نعم. جانب آخر ستتناوله الزيارة وهو المدينة، مدينة الصناعة الجديدة في دمياط الخاصة بالأثاث، صناعة الأثاث. كيف يمكن أيضا أن يتم التعاون بينه وبين إيطاليا؟ أنا عايز أقول لك على حاجة، إنه مدينة دمياط
مدينة عظيمة. نعم. وفيما يتعلق بموضوع بتاع الصناعة، بس هو للأسف شديد لسه ما تمش استغلالها كما ينبغي. وخلال السنين اللي فاتت بقى عندنا مجموعات من المصممين والمطورين، يعني مثلا بييجوا يشوفوا السوق الإيطالي عايز أي نوع من أنواع الأثاث، فيبدأوا يعملوا التصميمات التي تلائم الذوق الأوروبي، وإنه خلاص بقى انتهت حكاية أنك تنتج علشان تصدر لدول الاتحاد السوفيتي السابق أساس ما لا يتسم بذوق وخلافه. لا، أنت عندك قاعدة إنتاجية كبيرة في دمياط، محتاج أن هذا النموذج بالتحديد تعممه. عندك فنيين وعندك أصحاب رؤوس أموال صغيرة وعندك خبرات، وهذه الخبرات ثبت كفاءتها في المعارض الدولية للأساس إنه. فبالتالي هذا النموذج الخاص بدمياط لابد من إلقاء الضوء عليه. وطبعا لو تم تدعيم العلاقات مع إيطاليا في هذا المجال، فبالتالي هيحدث ارتقاء لصناعة الأثاث في دمياط، لأنه ذوق الإيطالي ذوق رفيع المستوى. احنا بنشوف الذوق الإيطالي في العربيات، الذوق الإيطالي في اللبس، الذوق الإيطالي في كل شيء رائع ومتميز. فبالتالي يعني نرجو أن هذه الزيارة تثمر في مجال التعاون مع إيطاليا في قطاع الأثاث، بحيث أن احنا نقدر نفيد هذا القطاع الإنتاجي بلغ الأهمية. نعم، اسمح لي ناخد اتصال هاتفي معنا السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بيك سعادة السفير. أهلا وسهلا. أهلا بيك. حدثنا عن زيارة رئيس الوزراء إبراهيم محلب لإيطاليا ومدى جدواها الاقتصادية، وكيف يمكن أن يتم تدعيم وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا، فكيف ترى أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت، خصوصا قبل افتتاح قناة السويس الجديدة بأيام؟ يعني هو أهمية الزيارة تأتي من المناسبة التي فيها، وهو إكسبو ميلانو. نعم. معرض ميلانو الدولي. نعم. الدول الأوروبية الصناعية كل دولة بتقيم معرض من المعارض كبيرة جدا، بيبقى على المستوى العالمي. وده بيبقى حاضر فيه عدد كبير جدا من رجال الأعمال. وبالتالي بتبقى فرصة للالتقاء بهم على هامش المعرض، بيبقى كل رجل أعمال جاي عشان الجناح بتاع شركته أو شركته، جاي عشان المشاركين في هذا المعرض، سواء لتدعيم التبادل التجاري أو الصناعات اللي بتنشأ في دول تانية بترخيص أو التعاون الفني أو التكنولوجي أو الاستثمارات في مشروعات مشتركة. المناسبة دي كمان فيها المجلس المصري الإيطالي لرجال الأعمال هيعقد على هامش المؤتمر، وهيتم فيه التذكرة بما تم بحثه في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري اللي عقد في شرم الشيخ في مارس الماضي. ومدى إمكانية سهم المستثمرين الإيطاليين في المشروعات اللي طرحت خلال هذا المؤتمر، حوالي كان 36 مشروع. أيضا المشروعات التي لسه ستعرض، يعني هي لم يتم تجهيزها بعد، حوالين محور قناة السويس. من ضمن المشروعات يمكن اللي شارلي المتحدث الفاضل اللي معاك اللي هو مجمع الصناعات الأساس في دمياط، لأن دمياط بتصنع أساس على النمط الإيطالي، فبالتالي في سهولة جدا في التعاون، لأن الخبرة متوفرة والأذواق متوفرة، هي مجرد يعني الطلب يبقى متوافق مع العرض، بمعنى ان طلب الاسواق الاوروبيه، لان احنا في الوقت من دمياط بتصدر لاسبانيا بعض الانماط الموبيليا اللي على الشكل الايطالي او الستايل الايطالي، ولكن بالتاكيد حاليا المعروض اقل من المطلوب. لا، هو الورش اللي بتشتغل في المجال ده بيكون وفقا للمواصفات الدوليه. نعم. اللي هو من حيث التصنيع يعني. المهم نعم. هيبقى فرصه كبيره جدا. ايضا السيارات، احنا عندنا مصانع فيات
ممكن تطويرها وان احنا نخليها على المستوى الايطالي، ان ايطاليا عندها السياره القوميه بتستخدم، كل المسؤولين بيستخدموا السياره في اشكالها المختلفه. نعم. مش شرط الشكل البسيط اللي عندنا، وان احنا نطور ان احنا نعمل الموتور للسياره بس ان مصر تبقى تنتج الموتور. في الحقيقه ايضا السياحه الايطاليه، بيجي في البحر الاحمر من ضمن السياحه الاوروبيه بتطلع في البحر الاحمر، فئة غنية بالشعب المرجانية وغنية بالمياه الصافية وجو خاص جدا، يعني بيبقى جو خاص خاصة في الصيف. يعني الناس تستغرب يقولوا ازاي الاوروبيين يجوا في الصيف، لان بيتميز بالجفاف وان في الرمل. الاطباء الالمان على سبيل المثال درسوا مطيس فاجا والغردقة، وجدوا ان تفاعل الرمال مع الشمس مع المية بيعالج من كثير من الالام واوجاع الجسم. على اي حال نرجع لوجود رئيس الوزراء في ايطاليا، فدي فرصه في الحقيقه ان هو يعني يسوق للمشروعات المصريه من ناحيه، ورجال الاعمال المصريين يتعاقدوا مباشره مع نظرائهم من رجال الاعمال الايطاليين، لان دايما المستثمر لا ياتي الا اذا بيشجعه مستثمر محلي. لأن هو رأس المال مبدأه مبدأ الاستقرار والربحية. فبالتالي طالما وجد أن المستثمر المصري مقبل على مشروعات فهو بيقبل معه وبيدخل معه شريك، بيدخل معه مشروع متوازي مع المشروع اللي بيمشيه. فدي في الحقيقة بتبقى فرصة أن يكون على هذا المستوى في مناسبة، لأن احنا المرحلة الحالية والقادمة محتاجين فيها تركيز على النواحي الاقتصادية والتنمية الاقتصادية وتطوير الصناعات سواء القائمة أو التي ستنشأ. إذن فعاليات كثيرة سيشارك بها رئيس الوزراء إبراهيم محلب جميعها على الجانب الاقتصادي، نرجو أن يتم التوفيق فيها وأن يتم بالفعل دعم وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا. في النهاية بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية سابقا، شكرا جزيلا لك. يعني لو عايزين ننهي الحديث عن الجانب الاقتصادي في هذه الزيارة وما تطرقت إليه حضرتك منذ قليل، قضية حقول الغاز في المتوسط. أيوة. والخلاف عليها. كيف ترى خطورة أهمية هذه القضية خصوصا ونحن مقبلون على أزمات طاقة ليس فقط في مصر بطبيعة ولكن الحال؟ هو طبعا معروف لدى المتخصصين أنه حقل غاز شرق المتوسط عنده إمكانيات ضخمة جدا، وأنه إسرائيل سارعت بالبدء في عملية استغلال غاز الشرق المتوسط، وأنه لديها اتفاق مع قبرص في هذا السياق، وأنه البحر المتوسط مفروض أنه زي البحيرة لابد أنه يحكموا الاتفاقات الدولية، واستغلال الموارد الطبيعية اللي موجود فيه لابد أنه تحكمه الاتفاقات الدولية. مسألة بقى التنسيق ما بين الدول المطلة على البحر المتوسط فيما يتعلق باستغلال الغاز المتوسط لم تحسم حتى الآن. يعني احنا مش شايفين فين هي المصالح الوطنية المصرية فيما يتعلق، هل فيما يتعلق باستغلال الغاز في البحر المتوسط هل هنستغله لغاية الحدود البحرية ولا ما بعد الحدود البحرية، وهل اللي لديه إمكانيات أكبر يقدر يستغل الغاز في الحدود الدولية، يعني بعيدا عن الحدود البحرية الحدود الإقليمية. فبالتالي في قضايا عديدة لابد أنه الحكومة هنا عندنا بشكل خاص أنها تطلع وتقول وصلوا لغاية فين فيما يتعلق بهذه المشكلة، لأن ده ملجأنا الأساسي لتعويض النقص الحاد في الغاز. إحنا النهاردة بنستورد الغاز من برة بعد ما كنا بنصدر الغاز لإسرائيل، وبعد ما وزراء بترول عديدين قبل 25 يناير كانوا مصدعين دماغنا ليل نهار ويقول لك إحنا عايشين على فائض نفطي واحتياطات النفطية مش عارف إيه. أنا بكلمك باعتبار صحفي قديم انه خبر الاحتياطي الخاص من النفط والغاز كان خبر مفروض علينا كل يوم، لدرجه انهم عايشونا في اوهام
بعد ما جت 25 يناير اكتشفنا لا ده في احتياطي ولا غير ده، بل بالعكس مصر بدأت تعاني من عجز، ولولا المساعدات اللي جت لنا من الدول العربية النفطية كنا وقعنا في حيز بيص. فبالتالي استغلال غاز شرق المتوسط هيعتمد بدرجة أساسية على التعاون مع دول المطلة على البحر المتوسط. طبعا احنا عارفين انه رئيس عبد الفتاح السيسي عمل مفاوضات في هذا السياق مع رئيس وزراء اليونان في مرحلة سابقة قبل كده، ومع رئيس قبرص ودعاهم مصر ورح لهم. فبالتالي دي موارد طبيعية، مصر لها الحق في استغلالها، وبالتالي التنسيق مع إيطاليا بالغ الأهمية في هذا السياق. نعم، إذن دعنا نتطرق إلى الجانب السياسي في هذه الزيارة. والمعروف أن إيطاليا أعلنت دعمها لمصر في ظاهرة مواجهة الإرهاب وفي حربها على الإرهاب، ولعل آخرها كما ذكرت أيضا أن ما حدث في القنصلية الإيطالية في مصر وإعلان إيطاليا أنها تدعم مصر في حربها ضد الإرهاب. كيف ترى ما يمكن أن تقدمه إيطاليا لمصر في هذه الحرب، وكيف يمكن أن تتعاون الدولتان؟ هو يعني احنا لابد أن احنا نضع في الاعتبار أنه مواجهة ظاهرة الإرهاب على المستوى الدولي لا تتم على المستوى المأمول. يعني مثلا ليس من المصلحة على الإطلاق أن مصر تحارب معركة الإرهاب لوحدها، وإنما لابد من مشاركة إقليمية أو مشاركة دولية في هذا السياق. احنا بنلاحظ ان في نوع من التردد من جانب المجتمع الدولي في التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وبعدين بتيجي تلاقي فجأة أزمات، انت عارف ايه، خلق أزمات في الإقليم بشكل دائم ومستمر، وبعدين تداعيات توقيع الاتفاق الإيراني الأمريكي فيما يتعلق ب الطاقه النوويه، هيكون له انعكاسات ضخمه جدا على الاقليم. يعني ايه الصلاحيات اللي هتمنح لايران في هذه المساله؟ ايران هتستفيد بشكل كبير بعد رفع العقوبات، هتسترد الارصده المجمده لديها في المصارف الدوليه، هيبقى عندها وضع اقتصادي قوي. هل ايران هتستمر كلاعب اقليمي في دعم التطرف والإرهاب؟ هل هتفضل طول الوقت زي ما بتعمل مع الحوثيين في اليمن تعمل نفس الحكاية مع الشيعة في شرق السعودية، أو تعمل نفس الحكاية مع حزب الله ومع في سوريا وخلافه، ولا هيبقى في تفاهمات دولية فيما يتعلق بهذه المسألة؟ فين الرؤية المصرية في هذا الموضوع؟ يعني ايه بقى الابروتش، ايه منهج مصر في التعاطي مع تداعيات توقيع الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي؟ مصر للأسف الشديد كانت مغيبة عن طاولة الحوار، ما كانتش موجودة في المباحثات 5+1، في حين أن إسرائيل كانت مثلا بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الإسرائيلي عمال يصرخ في الكونغرس الأمريكي ويحذر من توقيع الاتفاق، لأن إسرائيل متضررة بالتأكيد. وإسرائيل خايفة من تطوير قدرات النووية الإيرانية، ورئيس الأمريكي أوباما عمال بيطمن في إسرائيل ويقول لهم ما معناه أنه لا، الاتفاق هيلزم إيران بتخفيض عمليات التخصيب ويبقى في رقابة دولية من وكالة الطاقة الدولية وخلافه. مصر عملت إيه يعني فيما يتعلق بهذا الملف؟ السعودية عندها توتر وقلق بسبب هذا الموضوع، والكلام والحديث النهاردة عن أن في قوة في الإقليم بتسعى لخلق محور سني في مواجهة محور شيعي، ودي هتبقى كارثة الكوارث. طب ما هو الدور المأمون لمصر في هذه القضية؟ مصر دولة ذات ثقل في الإقليم، وعليها أنها تقدم، وكان عليها أنها تتحرك سابقا، بس طب بطبيعة الحال كانت بتحارب حربها الخاصة ضد الإرهاب وضد الإخوان وما زالت لكن رغم مشاكلنا الداخلية علينا أن احنا نلتفت للتطورات اللي بتحصل في منطقة الشرق الأوسط، وتبقى في رؤية مصرية. يعني لغاية النهاردة أسمع البيانات اللي طلع من وزارة الخارجية يقول لك احنا لسه بندرس الموقف. طب يعني احنا ككتاب وصحفيين نعرف الموقف الرسمي المصري ازاي؟ يعني فين هي المصالح الوطنية المصرية من توقيع الاتفاق النووي
الإيراني الأمريكي. هل هنتضرر ولا مش هنتضرر؟ إيه تداعيات الفتح الحوار مع إيران؟ دائما كان عندنا مؤسسات الأمن وجهاز المخابرات وغيره بيحذروا من رفع مستوى العلاقات مع إيران بسبب نشر التشيع وخلافه، لكن هل في طريقة أنك تحمي الأمن القومي الخاص بمصر ولكن في نفس الوقت تقدرش تتجاهل قوى إقليمية زي إيران بحيث أنك تقدر توصل معها إلى تفاهمات وأنك تقود بقية دول المنطقة إلى مثل هذه التفاهمات بهدف الوصول إلى حالة من الاستقرار في الإقليم، ولا إحنا حنستمر في سياسة رد الفعل ان احنا نقول الاتفاق اتوقع، طب احنا بقى مستنيين شويه نعمل بقى شويه تقديرات موقف وخلافه. لا، يعني الرؤيه المصريه ينبغي انها تكون واضحه في هذا السياق، لانه مصر بلد كبيره ومصر عليها ادوار فيما يتعلق بالسياسات الاقليميه وعلى مستوى الدولي. يعني مصر عليها انها تسعى يعني مع دول الاتحاد الاوروبي وتسعى مع الولايات المتحده الامريكيه وتسعى مع الصين وتسعى مع روسيا، تطلق مبادره، تفتح باب الحوار. المهم ان احنا علينا ان احنا نحمي مصالحنا في ظل التطورات اللي بتحصل. يعني اذا النتيجه من موقف مصر تجاه هذه القضيه، هل يجب ان تتخوف مصر من هذا الاتفاق ما بين الغرب وما بين ايران، ام اذا كان اسرائيل اللي هي عندها في ميزان القوى العسكريه عندها قوى عسكريه اكتر منك وبتحس وعندها قوى نوويه وهم بينكروا انه عندهم قوى نوويه، احنا ما عندناش قوى نوويه، والتسليح الإسرائيلي فيما يتعلق بطائرات الاف 16 وخلافه الأمريكان بيديهم قدرات أعلى من القدرات اللي بيدوها لنا فيما يتعلق بتسليح الطائرة. أما بيدونا طائرة الاف 16 رغم عن ذلك عمالين يصرخوا وخايفين من التمدد الإيراني. فبالتالي لابد أنه يكون لابد أن احنا نشعر بالقلق وأنه يبقى فيه نوع من التوتر في دوائر صنع القرار، وأنه يتم بلورة رؤية هنتصرف إزاي في ضوء تقدير الموقف ده. في لابد في مسألة مطابق صنع القرار بتقدم سيناريوهات متعددة، فيعني بتطرح بقى الرؤية المصرية، السيناريو الأولاني لو حصل كذا هيحصل كذا، السيناريو الثاني يحصل كذا ويحصل كذا. ثالثا أن مصر طول عمرها كانت بتلعب دور على المستوى الدولي، تطلق مبادرات، تروح الجمعية العامة للأمم المتحدة، تروح مجلس الأمن، تمارس نشاط في المجتمع الدولي بهدف أنها تواجه تحديات الإقليم وتحديات العالم. مصر ما هيش بلد مهمشة وما ينفعش أنها تتهمش. فبالتالي علينا تبعات في هذا السياق. إذن زيارة هامة لسيادة رئيس الوزراء لإيطاليا بالتأكيد ستتطرق للكثير من القضايا، نرجو أن تؤتي هذه الزيارة ثمارها. وفي النهاية لا أملك إلا الشكر، كل الشكر ليك أستاذ جمال زايدة الكاتب الصحفي بالأهرام. شكرا ليك لوجودك معنا. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لمتابعتنا في هذه الحلقة من حلقات المشهد. غدا إن شاء الله حلقة جديدة وأسرة عمل جديدة. شكرا وإلى اللقاء.